إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين نكبل أبنا سورة يونس آية التضوات يستغال قال الله تعالى إلهي ما أحر وقال فرعون فرعون با وحوري توني كان بكل ساحر عليم سحر لك استو سحر كيقانا فلما جاء السحرة مركي سحر لا ياشي مادين قال الله موسى نبي موسى كويري ألقوا ما أنتم ملقون بلوحة تورتان وحيا إذكو توريسان فلما ألقوا مركي أي تورين وحي أي ستين يوله قال موسى وحول ما جئتم به السحر وحنا لتما دنوا سحر إن الله سيبطله إلهي بابورين دورة إن الله لا يصلح إلهي مهاجاتيو عمل المفسدين كور البيسكا وحقبت كوديا وحيكينا ويحق الله الحق إلهي حقه وكسغيا بكلماته هذا الكيس هي بلنقات كيس ولو كره المجرمون تنبيل يا شهب النعانة فما آمن لموسى بولهين نبي موسى مرمين إلا ذرية من قومي رجل ضد لن يراه وقل ذي سأهم بهرمي على خوف من فرعون وملئه يغو كعب سنة فرعون يكوي ملح ديسها أن يفتنهم إنو ابتلاي أو دينة وكأفي كبغنيين وإن فرعون كليد هذا لعالي في الأرض ذلك يسكويني وإنه لمن المسرفين وحانو كمدها كوا وخربيا يدل يدد بخربي وقال موسى وحريا قومي قل ذيديو رير بنو إسرائيل بالله الضي إن كنتم هدياتين آمنتم بالله دا إلهي الرميسين فعليه توكلوا إساق تلسارت إن كنتم مسلمين هدياتهين كوه قاسن والله إسلامي فقالوا رير بنو إسرائيل وحيد هذا على الله توكلنا إله يغانو تلسارن ربنا لا تجعلنا إله يغيوها النقدقين فتنة بلايا للقوم الظالمين هو ظلم فلاياشا اللواني نقف تنومي ونجنا برحمتك نحريست هذا السببت هذا وحنا نقبت بادسا من القوم الكافرين قليها قال ضع وقصة دي بين كل حشرنا فرعون يا ويركو كوها يرهر بن إسرائيل أما دقال كوكو يمي أنبياء ذي إلهي هي كبر كيسية تاغير ياشي سي دلمي كل سعودي وقصة آدو صنق نقطة قرآن كو تاغن هدو كبر أود لغو كبرو وأدون لغو كبرو وإمكانياتي أرهما إلهي وسوكا هكاتي لغو كبرو هدو ميل غاري لهي ذو حنطرين اللحي تا فرعون إله نمد الله شاك تيبا ميل غاري لهي تينا واتا سوى سوى أفجرانت مركاني ولو بكو قوصو كوح قادوي كي قوصن لها ها قوصن نينا أود دالا أغو وكو قنع عيد كلا أود ديدا وحبها وچوشينا ها إيجي ننك الله إرادة فرعون وماكر تدك هذه يتشار وماملانا مركي بعض الوضياليهين حق درك سعونا يان تدك شرقول إيو وحي أسما يان وحيابو أن حقيقة هين aya looga dhiga sidii wax dhab ah oo kale marka wuxuu doonayaa dadka inuu kala dagaalamo inuu rasuul ilaahay yahay taa inuu ka duwo waynu soo aragnay inay ku sheegeen reer fircoon nabi muuse iyo haaruu sixir layaal marka wuxuu dhidee warkuba wuxuu ku dhanyahay sixir la sixir loon baa laga horgeeyaa wax ma sii ridne
سحر كيانو أركي ترنه ونوية سحر لنا سحر لالو دونايه بل لمن كان سحر لياشي ايه ودن كتيره يدون أبوري بكل ساحر عليم إنك استو سحر كآدو يقانها لصور ريو تيب أمرك عدد كينا وكو قنعيه ديك ديك لياشي ساقا يبالشي وكدو لياه هريرة چوغينا واسداس بيدا دينا وينو نعم لياه سحر لياشي با لغو تبعيه قبل هذا لغا كيانا وانا سور ريو يغا فرابضان و هشيس للاق قلايو هشيس كناو وها مال نوال ليدي مدحتي نبا نوال ليدي نوا مدنتي نفرعون بابا كل وانيس بلان كاسا لو قاضي نبي موسى كلكو اركين لسو ورريده اسغو اسكو كلسون يهاي الهي بو كتيرسن يهاي اسكو ابا دبينا و خوري القوا ما انتم ملقون وحتوريسان تورا مناها منكريه معصيه يدنبي وفريه وكونا ودونين فشليو iyasi aan meesha cudur daaro imano aan loo oranin war malaha wuxuun bay qaban lahayn oo kala horeeyay oo uu ka gashaday ee hadiin uu ay de horeyn lahayn nimanka malaha waxba u dhaqaaqi laha bal idinku horeeyay buu barbar siyaasina meesha ka baxay wixii ay hayeen bay soo tuureen sida quraanku meelo kale uu ku xusay wa al hibal wal ashay wa harko iyo ulala isku xiray oo la dhaqaajinayo oo farabadan oo inda saraad leh oo masasiyaa be soo inuu eegaaday be saa u soo daayeen taysaguna go'aankii waa hayaa wuxuu waxa akeentay waa sixir sixirna ilaahay wuxuu ii ballan qaaday inuu burin doono aan waxba ka hagaagin ilaahayna ballanku qaaday wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati ballan buu ilaahay qaaday ballanka uu fulin katawa Allahu la'aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ilaahay ballanku qaaday waxa weeyo baadilkaan inuu burinayo حقنا وهير قالينه كلمة دي السائل هاي كوي أبو هاي كالسواني دا السوق أبا الرسول كاس ألقى أوحى قرآنكم مرر بضان وإنوح حصي دا إنقوش نبي موسى كرع دا أوشا كوابنا إلى هاي ونو كرقاي ميت سيابة كالدول الله استعمالا يا وحي أوني هافتي تلقف سيدا هادية جير هارور كأي شمبره قرطان saaso kaloon bay ururisay awood Ilaahay halka ka muuqatay Nabi Muhammadna wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam rasuulada Ilaahay uu soo diray rasuul walba wuxuu siinayay mucjisooyin waqtigii soo qalma oo dadku uu ku rumaysan karo marka nimankani aqoonta bariga u sareysay meesha lagu hayay kuwa la yiraahdo waa aqoonyahan iyo waa niman tagay oo mutaalibina sixirlayaashay ahaa marka sixir layaashi u ba wax uu keenay isaguna wax kaba yaabiyay dadkii oo deel liqayba waxa halka cadaatay inaan waxan sixir ahayn sidii markii horeba ay baahiyeen maamulka Fircoon ee uu yahay mucjisa haddu mucjisayna waa rasuul haddu rasuul yahayna waa la rubay warkii halkaas uu ku cadaaday waxa rumayay buu lahayd Nabi Muuse dhurriyatun min qawmi dhalinyaro qoladiisii damirkaas ma wuxuu noqonayaa Nabi Muuse mise wuxuu noqonayaa Fircoon labadaba culimada tafsiir way dhaadeen oo ad-damiru yaudu ila aqrabi madhkur balayna luqada carabiga damir waliba wuxuu noqdaa ismiga u dhaw ismiga u dhaw minay ka waa Nabi Muuse marka Nabi Muuse waxa rumeyay dhalinyaro qoladiisii iyagoo Fircoon iyo kooxdiisa ka cabsanay diinta ka ibtilaayo marka dhalinyarada waxaa loo sii xusay waa kuwii dhaqdhaqaaq lahaa waa kuwii dadaalka lahaa waa kuwii taageerada Nabi Muuse waa taa waa la yiri culimada qaarkoodna waxay leeyihiin reer Banu Israa'iil way wada rumaysnaayeen Nabi Muuse oo qaali gaali Islaam ay kala lahayn wax gaalada Muuse Saamir uu Qur'aanka sheegay laakiin kuwan la sheegay dhalinyaradana waa qolada Fircoon oo cid walo meel joogta ba shar isku ma raacana in khayra ayuun baa in khayr kaadi jeer taageerta waa la hela de quraanku wuxuu tilmaamay in mu'minun mi'al fir'aun iyo de dad kale oo wanaagsan oo dhalinyaro aba marka rumeyay Nabi Muuse iyagoo ka cabsanaaya fir'aun iyo qoladoodi marka dhurriyatun min qawmihi min qawmi fir'aun tafsiirku ibn kathir rajahayo qoladi fir'aun koox dhalinyaro kamida ka soo baxay ilaahay hidaayadii siiyay iyagoo haba ka cabsadeen haddana Nabi Muuse rumeyay taasina ammaan bay tahay iyo iyadoo Ilaahay uu na barayo
inaan dadka eeda la isku raacinin mar haday kala harseen fir'aawn waxa uu ku calaamadsan yahay ilaahay agtiisa umada wanaagsan agtoodaba wa inna fir'aawna la'aalin fil ardi wa innahu lamin al musrifin nin kibray oo kibirkiisa wax ku kharibay buu aha hadii kibir wax taray nimankaas calanka uu siday kibirka reer banu israayil hadii ay cawdeen cataabeen calaan caleen u dajinaya rasuulkani qalbiga uu geejinaya kalsoonida ilaahay buu u adkaynaya marka waxa uu leeyahay hadda ilaahay rumaysantiin ilaahay tala saarta hadda rumaysantihiin marka waxa weeyaan in kuntum mu'miniin in kuntum muslimiin alaba arimoodo sii kalaadag oo islaamnimadiina waa daahirka iimaankiina waa qalbiga haddii wixiinu israacsan yihiin oo iimaankiin islaamnimadu idinka dhab yihiin dee waxay taasi keenaysaa inaa cadowga iyo dhibkiisa waa adkaysataa yumtaxanu lmu'minu biqadri iimaani qofka mu'minkaa kolba iimaankiisu intuu yahay baa lagu imtixaanaa marka imtixaankiibaa maraysaan soo jireenka ahaaye dee la qabsado xijista buuri iyaguna markaasay dib u dhiiradeen oo waxay dhahaan ilaahay baanu tala saarnay ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إلهي وكوة الظالمين تا فتنة هنوغا دقي ومركا فتنة دا سيوحا وي أنه مثل هذا إنه أدخادان إيه فتنة يكون نقونا إساء إسلام ببمايا ووحا يرون دونان هدي ديها قاكسيهين محو إلهي ودوه هيلون واي ويسلا سي بطبضان أو براري ويسلا كبري دولان سيدا ديد داد بضان إبا يكون دولان أما ضعفاء العقول أما أن دين بلاهين وحا إلى مسلم هدي إلهي اللي ينموبحه oo u heeliyo ilaahay wadi xakuu maraysa tan la bukaasayo ee laga badiyey marka taasi gaalkiiba ku sii fitnoobaya annaga laftiga iyagana ayay fitno nagu noqoninoo dee hadday naga adkaadaan dar badan oo bayraa soo bixi doona oo iimaankii xajisan waaya oo sabri kari waaya oo diintaba ka duula oo dariiqa ka bayraa iman doona marka iyagiiyo annaga labadaba ilaahay fitnada naga ilaaliyo guusha nasii weeye guushaasa iyana ku islaami annana aanu ku sabri aanu ku adkaysan doonaa wanajiraa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin naxariistaadana ilaahay nagaga badbaadi kuwa gaalada ah yacnii markaa waxa weeyaan ilaahay naxariistiisuunbaa lagaga guulaysan karaa gaal kaa tiro badan oo kaa hub badan ilaahay naxariistiisana marnaba kama quusanayaan awliyada ilaahay ilaahayna wuxuu ballanqaaday inuu hiilinayo awliyadiisa had walay joogaanba marka iyaga laga helo hanuunkii laga doonayay taasina qur-aanka ilaahay waa ku ballan qaaday innaa la nansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad laakiin aamanuu waa inay iimaanka dee ka run sheegaan walaa yansuranna allaahu man yansuru in tansuru llaha yansurku horta adigu hilimaad la kaale oo dhaqdhaqaaqii sameeyo waxaad aaminsantahay ha kaa dhab noqdo sidaasiba markaa aynu arkaynaa markaynu dib ugu noqonno wixii markaa towjihaada ama tilmaamaa casharka aynu ka qaadanayno aayadda u horeysa waqaala fircawnu ituunii bikulli saaxirin caliim waxaynu arkaynaa ahlu lbaatil yastansiruuna bilkathrati waalasbaabi almaadiyati fii muwaajahati alxaq gaaladu had iyo jeer ama dadka baatilka ku soconaya waxay eegaanuun qiimeeyaanuun xaaladooda milatari iyo xoogga ay leeyihiin iyo tiradooduunba eegaan laakiin ma eegaan tiirsimaadka ilaahay iyo xagga ilaahay iskama eegaan oo arrimo macnawiyah oo kale oo duco ilaahay la baryay ilaahay oo la tala saartay ilaahay oo arrin ilaahay loo celiyaa ma jiree maxaynu xoog iyo xoolo iyo cudud haynaabay ku xisaabtamaano dee waa kan yidhi soo badiya uun badiya buu wixii socolkana badiya sixirlahana badiya badintaasay ku socotaa waana ta keenta had iyo jeer isbahaysiga in ay aada u isticmaalaan waxaynu arkaynaa laa yarhabu lmu'min quwa albaatil maadaama mustamsikan birabbi qofka mu'minkii kama baqdo cid baatil ku socota maadaamuu ilaahay cuskanayo subxaanahu watacaala sababihiisana wuu qaadanaya wogiya inuu guulaysan karo lagana guulaysan karo laakiin caaqibadiiyo ciribta dambe wuxuu ku qabaa ilaahiisu ku kalsoon yahay wuxuu qur-aanku ina barayaa mahmaa anna sixra qawiyun wa uxkimat cuqaduhu fa ina allaha sayubtilu sixirku inuu yahay wax jira horta hadee qur-aankeennii kariimkaabaa ilaahay uu ku caddeeyey mararka qaarkood lagu sii kala xariifsanaan karo oo dee ragga qaarkood wax badan aqoon u yeelan karo
لكن هذانا إلهي وحنا نقول بشارينا يا إن أنا ميل قارينني مر لي وبوري دولا بعض الكوحيابها وجهر برو كبديها سعره وصدى الله صار لقى يصدى الله يسقها قاتشي وما هي الجلها دي تشر مركبة وبراء علماء ضباب خا خبرة دولنا وحيد هذا حيابا وجهر ريا بريا وحكم دينا دوقة تبع هو وح قرصودي كل شقيه الخناس الوسواس الوسواس الخناس قرصودي قاسو كل سعلا إن لقى هذا بعد عقدة وجهر ريسابة أي كوفة كتائية إن إلهي لقاه أسكر سبحانه وتعالى وعن كفى إذا استنينا المصلحون الذين قصدوا بأعمالهم وجه الله تعالى أن الله يصلح أعماله ويرقيها قفك كل هذا مفسد هين ومصلح هاي إلهي ببركاية وبضية وحوضه كمفسد كان إلهي بكلاتورة ويبرد إلهي لي إن الله لا يصلح عمل المفسدين وحد كفهمت قفك مصلحة إنه إلهي قرب تاقيه مركاها كبيرين هنا تاقيرين هنا كمد نقنين dadka dalka iyo dadka iyo diinta ba khariba ee kuwa wanaajiyay isu taag si aad amaan ilaahay inuu uga helo al haqu fi taqdir ilaahi mansur wa yakunu kadhalika fil waqi'i inda akhd al asbab haqu mar wal ba ilaahay xaqiisa waa looga heelinaya laakiin hadana waxa la inaga doonaya dadaal ba la inaga doonaya wixii arin iyo awood iyo aduun aynu helo isdigan mayno ilaahay baynu tala saarnay oran mayno intay gidaarada farfariisane waxaynu awood leenahayna waa bixinayna istaraatiijiyadeena waynu sameysanayna shisheeyu wuxuu ka wuxuu haya aqoon iyo adduun iyo awood wax ka badan waa diyaarsanayna taa waxba la harimayna laakiin iyaga waxaynu dheernay inaynu ilaahay ku tirsanahay subhana wa taala karaahiyatul mujrimina li ihqaqil haqq tab'athuhum ala mu'aradatihi miraran wa tikraran iman ka hadiyo jeer qofku mar haduu dambiilay yahay ilaahay godob ka galo wuxuu u taagan yahay inuu xaq ka hor yimaado mar walba dagaal kula jiro walaw kariha al mujrimun walaw kariha al kafirun walaw kariha al mushrikun soo ma dhageysan quraanka iyagu haba naco dambiile iyo gaalka iyo mushriga ana hirgelinayaa ilaahay u leeyahay xaqay marka nimanka shaqadoodu waxay u taagan tahay in ilaahay ay awliyadiisa dagaal kula jiraan sidaa inuu mar walba arkaynaa inuu muuqanayso وقال موسى إن يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين على هذا وحوى يددك الساعة والسقمان واختق محنظة يا لباتذو أي جرته وإن قلبي قوضوا سفيسين هاي إيمان قوضونا قوة أولي إيمان قوضوا حوشيان بي أود كهلي كرانا وحالا إذا أود دوقوا بضانا إنسان وهلاوا إيمانك أسأود أبوك بدن قوة والبا كحوك بدن إستاس وحالك كم وقنا يمرك أسبابها النصر قال له وهلا أي أسلقة النبي موسى المؤمنين تلا السعودي وإن إله إلا تلا صارت الله بريه وأسباب تلقات التوكل على الله ودعائه وأخذ الأسباب على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة iyagoo dadaalkii sameeyay inta marka la isku daro bay imanaysa guushuna biidnillaahi ta'aala ducada marka waa tan soo noqonaysa oo silaaxay hubka qofka muuminka cadawga kaga hortagaya uu kamid yahay ducada ducada astay ku celcelin ya rabbana rabbana wanajjina bi rahmatika min alqawm alkaafirin waxa arkaysa waxyaabaha ay warwarsan yihiin waxa kamid nabi muuse iyo muuminiinta la socda diintooda kuma warwarsana dunyadooda iyo naftooda laakiin sidaa aad arkayso laa tajcalna fitnatan ilaahu fitna hanooga dhigin lil qawmi dhaalimiin macnaha fitnadu waa maxay waa fitnada diinta ku dhacda ilaahu yaana diin seegin idan waxaynu halkaa ka fahmaynaa salaamatu diini ahamu min salaamati albadan in jirkaagu bad qabo waxaa ka muhiimsan in diintaadu bad qabto haddii diintu ay kaa dhimato dunyadaad hesha iyo caafimaadkaad hesha midna waxba kuuma tarayo raasamaalkii dhabtaha baad weyday idan waxay ku laxa jeclaabayaan ee ay ilaahay baryaan inuu badbaadiyo waa taas weeye fitnata u weynina waa ta dadka kaga dhacda diinta dalkoodii iyo dunyadoodii wixii kaloo dhanba way ka soo kaban karaan laakiin diintaasi haddaad weydo
wax ku haray ma jiro ida waxyaabahaasina waxyaabaha aayadku ino tilmaamaya weeye ee qisada dhalkeeda ee aynu ka faa'iideysanayno ka qaadanayno ilaahayna waxaan barayna inuu nagu anfaco allah subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان